نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل الرسائل الجديدة في المحادثات الخاصة. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات والأصوات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المحادثات الخاصة، نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الرسائل الجديدة في المحادثات الخاصة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل الرسائل الجديدة في المحادثات الخاصة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.